كمان عدم تقدير أهمية الوقت من جانبكم في هذا الموسم الاستثنائي، خاصة عند الرد على مكاتباتنا إليكم أو التأخير في ذلك، وما يترتب عليه من آثار سلبية كان آخرها مرور أكثر من 10 أيام على خطابنا المرسل إليكم بتاريخ 25/5/2019. يعني النادي الأهلي أرسل خطاب لاتحاد الكرة يوم 25/5/2019، وكلكم فاكرين القرارات اللي كانت 5 قرارات بالتحديد في هذا التوقيت لاتحاد الكرة. لحد اللحظة دي، لحد وإحنا بنتكلم كده مع بعض دلوقتي، اتحاد الكرة ما طلعش أي قرار، ما قالش احنا هنعمل ايه، طب انتوا قراركم احنا موافقين عليه يا جماعه، طب لا طب نتكلم. وانا قلت لكم برده من دقايق ان الاهلي بيتعامل بخطابات رسميه بس، حتى الان ما فيش اي خطابات رسميه وصلت للنادي الاهلي من اتحاد الكره، فبالتالي انت ضيعت 10 ايام على الفاضي. يعني لو في نيه انك تخلص بطوله الدوري قبل بطوله الامم الافريقيه، على الاقل على الاقل كان في بعض الفرق ممكن تلعب مباراه او مباراتين كمان، ويكون في نيه لانتهاء بطوله الدوري مره واحده قبل بطوله الامم الافريقيه. يا جماعه، هو انتهاء بطوله الدوري قبل بطوله الامم الافريقيه ليه؟ هو مش مصلحه النادي الاهلي ولا مصلحه نادي الزمالك ولا مصلحه الاسماعيلي ولا مصلحه المصري ولا الاتحاد، مش مصلحه الناس دي، هي مصلحه الكره المصريه بشكل عام. علشان زي ما قلت لحضراتكم، القوائم بتاعه الفرق والاستعدادات للموسم الجديد والمصاريف اللي هيتم صرفها على الفرق خلال الفتره فتره التوقف تحديد بتاعه بطوله الامم الافريقيه، كل دي حاجات ملهاش اي لازمه خالص. وبعدين يا سيدي، انت عايز تبتدي بطوله بشكل جيد، عايز تبتدي بطوله غير استثنائيه بقى، عايزين نخلص من كلمه استثنائيه. فعشان تخلص من الكلمه دي، هتبتدي بطوله ازاي وانت لسه عندك مباريات مؤجله هتخلص مع بدايه شهر 8؟ التسريبات اللي سامعينها ان اخر مباراه للنادي الاهلي هتكون مع نادي الزمالك، تسريبات يعني لسه مفيش حاجه رسميه برده، هتكون يوم 28/7. طب يعني الموسم الجديد هيبتدي امتى؟ مش هيكون في فتره اجازه للمكن اللي شغال لعيبه الكوره دول؟ ما دول بني ادمين يا جماعه برده، الناس دي عايزه تستريح شويه. طيب فتره الاعداد هتكون قد ايه بالنسبه للفرق؟ الامور دي كلها ما حدش تطرق ليها اتحاد الكوره، او حتى لما تطرق ليها الكابتن احمد شوبير بالتحديد لما تم تشكيل لجنه برئاسه الكابتن احمد شوبير لدراسه الموقف بخصوص مسابقه بطوله الدوري وامكانيه انتهاء المسابقه من عدمه قبل بطوله الامم الافريقيه. اتكلم كابتن احمد شوبير على حد معلوماتنا وقال ان ده شيء هيكون مهم جدا، لكن ما سمعناش اي جديد في هذا الموضوع وهذه الجزئيه بالتحديد للاسف. وكمان اتحاد الكره البيان الوحيد اللي كان اصدره قال لك ايه؟ قال لك احنا هندرس الوضع وهنخاطب كل الانديه المعنيه بخصوص لعب باقي المباريات في بطوله الدوري من غير اللاعبين الدوليين. وتاني يوم قال لك لا خلاص المواعيد زي ما هي يا جماعه. طب انت خلال ال 24 ساعه دول خاطبت الانديه المعنيه، عندك 6 انديه عندهم لاعبين دوليين في المنتخب الوطني، هل خاطبتهم؟ سالتهم رايهم ايه؟ هتلعبوا يا جماعه من غير دوليين ولا لا؟ لا ما حصلش، مفيش اي خطاب راح لاي حد من الانديه دي. فبالتالي النادي الاهلي يعني بيتكلم في هذه الجزئيه في حته تضييع الوقت، وبالتالي انت عندك نيه مثبته ومحسومه بالنسبه لك انك تخلص بطوله الامم الافريقيه بعد، او تخلص بطوله الدوري بعد بطوله الامم الافريقيه، استكمال مسابقه الدوري.